السيد مانموهان تيواري، من فضلك تخبرنا عن موضوع الفيلم الخاص بحضرتك انت، وشاركنا تفاصيله نحن وكل الجمهور يلي متشوق ليعرف هاي المعلومات. تفضل جاوب هلا. انا كثير خفت بالحقيقه. نص هيدا الفيلم. استنى يا زلمه لا تحكي شيء، ما فيني صرح عن تفاصيل الفيلم بهي المرحله، لانه ببساطه فكره الفيلم ممكن تنسرق مني. لحظه، من بعد اذنك، شو ما حدا غيرك بده يحكي بهذا المؤتمر يعني؟ طيب روق علي شوي، اسمحوا لي اقدم بطلة الفيلم الممثلة المبدعة والشاطرة ويلي رح تصير نجمة عالمية، أنيتا ميشرا. اختيار كثير مناسب. سيداتي وسادتي، رحبوا معي بالبطلة الثانية أنغوري مانموهان تيواري، من فضلك خبرينا عن شخصيتك في هذا الفيلم المنتظر يلا. لا 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 استنى شوي، من بعد إذنك، يبدو حضرتك فهمان القصة غلط يا حبيبي. زوجتي ما رح تمثل بالفيلم، هي جاية لهم بصفتها زوجة المنتج والمخرج، عرفت؟ أيوة. شو؟ استنى مانموهان لحظة بس لحتى أفهم، يعني أنا ماني بطلة هذا الفيلم كمان؟ منحكي بعدين ومنتناقش بالموضوع. لا هلا بدي نحكي. هلا هلا سؤالنا موجه للممثلة الست أنيتا ميشرا، بدي تحكي للجمهور إذا سمحتي عن كل تجاربك مجال التمثيل، تفضلي. بمجال التمثيل هاي رح تكون تجربتي الأولى بهيدا الفيلم، بس خبرتي اكتسبتها من عملي بمجال الإعلانات التلفزيونية. طيب يعني انت في عندك خبرة ومانك متطفلة على مجال التمثيل مو هيك؟ لا اكيد انا في عندي خبرة. انت لساتك واقف عم تتفرج عليها؟ افتح لنينة. استاذ انا كاتب الفيلم. واذا كنت الكاتب يعني اعطيها مي. سلامتك سلامتك. اي طبعا تكرم عينا، تفضلي اشربي. لكن يلا تفضلي. شكرا يا اخ. يا اخ؟ قصدي في بوه. ونحن طبعا بهيدي الحياة يعني كتير منضطر نمثل على كل الناس بمعظم تفاصيلنا اليومية، لهيك خبرتي ما بها شيء وفيك تقول اني شاطرة ومبدعة، يعني من الآخر فيك تقول انه كل انسان ممثل. ايه كتير حلو، وانا كمان مثل أنيتا بمثل على كل الناس وبيصدقوا كل الشغلات اللي بقولها. أنيتا من بعد اذنك فيك تخبرينا عن تفاصيل شخصيتك بهذا الفيلم المنتظر؟ طيب انا مش شغلتي احكي لك عن كل هاي التفاصيل، الكاتب هو اللي بيحكيها. هي الشخصية الاساسية بالفيلم. انت ريحنا ولا عاد تحكي. خلص بس حدا يسألك بتجاوب. بس هيك كتير، شو هو هيدا الحكي قدام كل الناس يا أستاذ؟ مانموهان حياتي، انت عملت هذا البقاء الصحفي مشان تهين الناس فيه؟ انت ما بصير تتصرف بهي الطريقة يا قلبي. هذا ما اسمه بقاء صحفي، اسمه لقاء صحفي. ايه مثل ما قلت، بس لا تنسى كمان انه جارنا في بوتي هو سخيف الفيلم ولازم تحترمه. جارتنا شكرا لك، بس انا مني سخيف الفيلم، انا الكاتب. ايه مثل ما قلت. طلع عليه قديش مقهور. انت اسكتي، ما حدا اخذ رايك، رح يخرب المؤتمر الصحفي وانت ولا حرف. خلص لا عاد تحكي شيء، عم تفهم؟ سيد مانموهان تيواري، الجمهور بده يعرف مين رح يكون الممثل اللي رح ياخذ بطولة الفيلم البطيخ. حضرتك مين اخترت وليش انتو ما اعلنتوا عن اسم البطل لهي اللحظة؟ يلا احكي لانه الناس قاعدة وعم تشوف. ايه طبعا تكرم عيونك، رح اقدم لكم بطل فيلمنا وهو ممثل كتير شطور ومبدع وفنان، السيد المحترم بريم تشودري. حلو. هيدا اسم البطل ولا الشخص السيء؟ لا يا أنيتا، هذا اسم البطل تبع فيلمنا. ها؟ مرحبا يا حبايبي. ايه
هناك شبه يعني هي غلاستك ما بتغيرها؟ يا ولد جيب لي أنينة مي يلا. شو إيديك مكسورين يعني؟ شو ما عندك إيدين الأنينة قدامك؟ أنت شو ناطر؟ عطي مي. شو بو هاد مو طبيعي؟ سيدة بريم تشودري، إذا سمحت احكي لنا عن هاد الفيلم وشو هي الشخصية يلي بدك تمثلها. يلا خلصني احكي. كل هيدي المعلومات موجودة عند مساعدتي. يعني طالما انت موجود معنا حاليا ليش ما بتحكي لنا عن الفيلم بنفسك؟ ولا انتو الممثلين ما رح تبطلوا هاي الحركات الغليظة تبعكن؟ لهيك يلا احكي اذا سمحتوا، لا تنطرنا ولا تعمل فيها فنان وحركات. احكي شبك ساكت. انت عم تحكي مع نجم كبير، بدك تحكي بلبقة ايه؟ شو قلت يا عيني؟ لا شكله هيدا الفيلم فايت بالحيط. وهلأ بدنا ننهي هذا المؤتمر الصحفي، ولهيك شكرا للجميع على حضوركم الجميل. معلي ما بدكم تضيفونا شيء؟ خلاص اسكت روحوا من وشي يا حبيبي. انت ما حكيتش يعني؟ لا 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 ما في داعي. يلا مرحبا مرت عمي، كيفك؟ شو اخبارك؟ اهلين بكنتي الحلوة، كيفك انتي؟ متضايقة وحزينة وماني كتير منيحة. خير شو اللي صاير؟ انتي بتعرفي انه مان موهان بده يعمل فيلم سينما؟ وهو ما بده يعني يكون بطلة هذا الفيلم. ومين رح تكون البطلة؟ هو اختار جارتنا انيتا، وبعدين صار يحكي عنها قدام الكل وقال شو هي ممثلة كتير شاطرة وفوق الصفصاف. كيف يعني؟ قصدك فوق الوصف. ايه مثل ما قلتي. خلص لا تقلقي يا بنتي، انا جاي لعندك. ايه تعالي، انا مالي غيرك، لا تتأخري. هذا الولد ما رح يعقل. وقعت بالشارع. يا شباب عنوان الفيلم رح يكون ذات الكعب العالي. حلو العنوان، حلو كتير. ايه عذروني يا جماعة. ايه يا غالي معك. شوفي ايه نحنا ورانا فيلم بدنا نحضر له. أيوة. نحكي بعد شوي. ايه ولا يهمك، ماشي. سلام سلام. تفضل كمل. وين كنا؟ قلنا انه عنوان الفيلم خلص رح يكون ذات الكعب العالي. لحظة شوي يا استاذ فيبوتي. الو لك يا عيني، قال لك تيكا انه نحنا مشغولين حاليا. ليش عم تتصل؟ قلي عم نحضر للفيلم، نحنا ما لنا فاضيين لكل هذا الحكي، فهمت؟ طيب فينا نكفي حكي هلا؟ ايه اكيد فيك تكمل يلا. ايه شو كنت عم بحكي انا؟ العنوان ذات الكعب العالي. يا عيني.